احمد ابو المي لا يا مشي مالو نناشد الجهات المختصة والمنظمات الدولية أن تلتفت إلى أطفال تعز بالذات وأطفال اليمن بشكل عام، إنما أطفال تعز هم أكثر معاناة من غيرهم بسبب الحصار الذي هو مستمر حتى الآن منذ سنتين. عيالنا أمراض ما نقدرش نعالجون، وإحنا أمراض مكانه ما نقدرش نشيل لا الحب البرم ولا اقسم بالله ما نوثق الا بس من نشيل لا القال نهدي له الحمى. هذا غلطه شي طلع بينك من يد لقطه غير